بسم الله الرحمن الرحيم. هسه المحاضرة مالتنا هو The Pelvis. المين بوزيشن مالتنا هو الـ AP. لازم يكون الـ Patient نايم سوباين. السنتر مالتي راح يكون الميد ساجيتال بلين، يعني الخط الوسطي للجسم. On the لازم يكون فوق. On the midline of the table. Both limb extended. إذن لازم تكون الأطراف تكون مالتنا تكون ممدودة. والفوت مالتي لازم يكون up direct. The upper border of the film should passes 2 inches above the iliac crest. إذن هسا الأبر بوردر مالتي لازم يكون فوق الإليك كريست، منطينا 2 inches حتى أحاول، ما دام هو الأبر إذا راح يطلع لي كل البلفس. السنتر مالتي 3 inches below إليك كريست، من راح ينزل 3 inches فهو راح يطلع لي 3 inches لي فوق، 3 inches تقريبا لي جوا، فيكون عندي مطلع لي البلفس كامل. التيوب 100% راح يكون دايركت. هسه من تجينا ورقه مكتوب بها اكس راي بيلفيس، اذا لازم احاول اطلع بيها الجهتين، وتكون الوضعيه مالتي هي هياتها، يكون سوباين الليج الليمب، اذا كانت الايدين او كانت الرجلين راح تكون ممدودات، ويكون الاقدام مالتنا تكون دايركت حتى يطلع لي النيك مالتي الفيمار تطلع عندي كلش كبيره. فباوعناها الابر بوردر مالتي الفيلم 2 inches above the iliac crest. هذه هي الاليك كريست، من طلعت عندي هذه على حسب الاتفاق مالتنا. سنتر مالتي 3 inches 3 inches below the iliac crest، اذا هنا 100% راح يطلع لي بيها. اذا كلمه البلبس لازم يطلع لي البوث هيب جوينت، البوث هيب جوينت. من أباوع أني هذا النيك، هذا النيك وهذا النيك، شوف هسه هذا أكبر من هذا، يعني معناته هذا بيفر إلى الخارج، يعني ما خلاه دايركت، ما خلاه دايركت. ونباوع هالهذي، لو باوعنا هذي وباوعنا هذي، شنو الفرق بين هذا البلفيس وهذا البلفيس؟ لو باوعنا هنا شوفوا هذا الداخلي مالته كبير، الإليك كريست مالته عريض، هسه راح نشوفه ونتأكد من عندها. الفورمن هنا مالته صغيرة، هذا المكان لو نزلنا على الجوة الإليك كريست تكون أصغر ملمومة، الجهة من هنا إلى هنا تكون أصغر، هذه تكون أكبر، معناته هذا راح يكون البلفس مالتنا يكون سوباين، سوباين. هذا راح يكون البلفس يكون برون، يكون برون، هاي تكون أكبر، هذه تكون أصغر، والإليك كريست تكون ملمومة، ملمومة. شوف هنا شلون مفتوحة، كبراتها مفتوحة، مفتوحة، وهاي تكون كبيرة، وهذا المكان يكون صغير، هذه مبين عليها سوباين. هذه راح تكون برون، هذه هذا بلفس، بلفس. اكو عندنا فد شغله لازم ننتبه عليها، اذا كان موجود عندنا اي خلع، الخلع اكو عندنا الخط او اللاين اللي هذا لونه اصفر نسميه شانتاينز لاين، شانتاينز لاين اللي يكون عباره هاي الاوبتريتر راح يكون superior بالنسبة للأوبتريتر ويا النيك مات الفيمر، لازم يكون هيجي، من يكون هيجي عدل وما عدل فراح أقول هذا كل زين وما بي أي خلع، أي خلع. بس إذا كان هذا الخط مو بهذه السلاسة فراح يكون أكو موجود خلع نسميه dislocation. ممكن إحنا هم ناخذ بالنسبة للبلفس addition ناخذ للاترال، نفس اللترال مالت الهيب جوين، نفس اللترال مالت الهيب جوين، بس لازم اصعد هواية بالفيلم مالتي حتى اطلع الاليك كريست يكون طالع.
فراح يقول له the patient true lateral the side effect on the mid of the table 100% راح يكون فوقها flex both knee joint and hip joint overlapping to the upper border of the firm shoulder basis 3 inch above the iliac crest اذا نس راح يعبر فوق الiliac crest حتى يطول يطلع للiliac crest يكون هنا أنا السنتر مالتي 3 انش بيلو ذا iliac crest راح يطلع لي اياها بالنص السنتر مالتي مالت الفيلم يكون دايركت المين راح يكتب لي اكس راي 2 بوزيشن فراح اسوي له كيفي من يقول لي 2 بوزيشن اكو مثلا يكون اكو عندنا بيها هذه اللاترال هذه اللاترال سويناها كلش حلوه شوفوها لاترال والبوت سايد بالنسبه للفيمر فوق بعض والشغلات والاليك كريست طلع عندي واضح اذا طلعت عندي هذه هي الوضعيه اللاترال وممكن ان ناخذ له اوبليك ال 45 درجه شوفوها هيك حلوه اوبليك همين فراح يقول له ممكن ان يكون البيشنت نايم سوباين الافكت سايد راح يكون طبعا هو 100% ميد لاين اوف ذا تيبل ذا اوبوستي سايد راح يصير لنا 45 درجه راح يكون واكو عندنا الني جوين راح يكون بيها افلكست هي والهيب جوين والبيشنت سيبريتد بوستيريوري باي كاوتش اذا راح يلزمه من ينام ويسوي هاي الشغله فراح يلزم الايد مالته الاوبوستي سايد راح يلزم بيها السرير او التيبل هي اون ذا تيبل ذا اوبوستي سايد بالنسبه للهاند مالته ذا ابر بوردر اوف ذا فيلم بس 2 انج اباف ذا iliac crest هاي بالنسبه للاوبليك فوق الiliac crest ذا هذه والسنتر مالتي 3 انج بيلو ذا iliac crest فطلعت عندي هي نفس وضعيه الهيب جوين هاي صارت عندي اوبليك صارت المن وصارت للبلفيس اوبليك للبلفيس صارت عندنا المين بوزيشن هي البوست الانتيرير بوستيرير والاديشن مالتنا هي اللاترال اذا كان موجود عندي فورم بودي موجود جسم غريب او شغلات وممكن ناخذ له اذا اريد اوبليك وشكرا